لكن قول يا احمد. قول يا حماد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا وسهلا. والله استشاره سريعه كده. يلا. الله يخليك. انا والدي كبير في السن وانا بقبض المعاش بالنيابه عنه. وقلت ان انا طبعا بقى انا بقى باخد المعاش بتاعه وبقتطع شيء جزء صغير من المبلغ دوت لحد ما بجمع لحين وفاته عشان اصرفه على الجنازه بتاعته وعلى مصاريف الجنازه. هل ده حرام ولا حلال؟ هما هو مش حرام الحقيقه، هما 40 50 حرام كده. طيب لا لا يا حبيبي، بس استنى بس. يا انت اولا ما تخليش عندك اي درجه من درجات الاستعداد والقبول ان ابوك يموت. يعني انت كده بتعمل جمعيه من فلوسه تحوشها عشان الخارجه، انت مستعد؟ انت مستعد ليه؟ مؤمن بان الاجل جاي بالظبط؟ معلش يا احمد، وفاصلة وانت موجود ولا ممكن تموت انت وهو اللي يعيط عليك لما يعرف؟ ممكن. مش هتعرف. هو لو بيقولوا له تعمل جمعية لابنك عشان لما يجي الموت هيقول كفل الشر، ممكن يخبط اللي يقوله الكلمة دي بالكوباية في وشه كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت بتقبض المعاش بناء على ايه؟ على انه ما يقدرش يروح البريد او البنك. تمام. تمام. لكن ترجع تديهوله. ولا بتحطه في جيبك وتصرف الامور تختلف؟ لا لا لا، بحجزه خالص عن اي متعلقات ليا. لا يا فندم، انت بترجع بالمبلغ تديه لبابا؟ لا المعاش بديه لبابا. كامل يا احمد، كامل، لا ينقص الا مواصلاتك. قول له بابا خد تاكسي وانا جاي لاتسرق، لكن رحت ميكروباص ب 2 جنيه. لو معاك خليهم من برك له، لو مش معاك 2 جنيه خدهم بس على عينه كده، قول له انا خدت كذا والباقي كذا. طب هو بس استناني يا حبيبي، استناني. لو سبق الاجل هتلاقي فلوس ابوك في جيبه. لو سبق الاجل هيتكفن، عشان بس حضرتك تبقى عارف، اي ميت مش ابوك بيتكفن من ميراثه مش على حساب عيل من عياله. اعرفوا الدين واعدلوها. عشان انا ما احرجش حد من لا احرج، احرج الدنيا، احرج الدنيا، لان ده شرع ربك. التكلفه يا حبيبي على حسابه هو، على حساب الميت، الا اذا كان ميت ما معهوش 300 جنيه بتوع كفن، يبقى في الحاجه دي حد من الاولياء او حد من المسلمين او نجيب له من الصدقه وتبقى الدنيا جميله. اوعى تخنصر حاجه لمصاريف الجنازة وتتوقع ان ابوك هيموت وما عندك استعداد نفسي. ده في حد ذاته منتهى العقوق ومنتهى البغض لمن رباك وغداك وغذاك ومن كل شيء اعطاك وتمنى حياتك، فلا يأتي يوم تتمنى انت فيه موته وتكون مستعد بالدراهم اللي انت خدتها منه. هتاخدها منه برضه بس بعد ما يموت بحق وحقيقي. الله يطول عمره، وكل ما يطول عمره هترتقي انت في الجنه درجات ببرك وبمشيك، وتاخد حسنات على وفائك بالامانه وانت بتديها له معاشك يا بابا، يدوم معاشك ليك وبوس الكريمه اللي ياما طبطبت عليك.